حياكم الله أعزائي المشاهدين والمتابعين عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وبالتحديد في قناة كويت سبورت الرياضية، وحلقة أسبوعية جديدة مع سوشيال ليج، هذا البرنامج المختص دائما في الدوريات المحلية والأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. استراحة محارب لجميع المدربين هذا الأسبوع بالذات مع الفيفا دي، وكل مدرب قاعد على نار ينتظر لعنة الإصابات أو ما يتمنى الإصابات في لاعبينه من خلال الفيفا دي. فالفيفا دي يمكن قاعد نشوفه يمكن أكثر شيء تصبح فيه الإصابات اللاعبين خصوصا النجوم مع المنتخبات. راح نناقش هذه الأمور وراح نسوي بانوراما عن مدرب مدرب وفريق فريق من خلال ضيوفي داخل الاستديو. ابتدي مع ضيفنا لحلقتنا لهذا اليوم لاعب نادي السالمية المنتخب الوطني غازي الكهيدي. حيا الله أبو فيصل، ونقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يحييك، ويسعدني تواجدي معكم مع المحللين الكبار، وإن شاء الله تكون حلقة حلوة. غازي اليوم حلة فارغة راح تكون يمكن بالمعلومات الأوروبية، يعني شلون معلوماتك الأوروبية؟ نقول والله زينة، يعني متابع بس مو بشكل جيد، بس اني اتابع الدوري الاسباني. يعني من تشجع؟ برشلونة. شو تقول على كلاسيكو؟ ان شاء الله فايزين. ها الله يعطيك العافية. اذا رحب اعزائي المشاهدين في رواد برنامج سوشيال ليج، ابتدي مع علي بولد محللنا الفني. مساك الله بخير ابو حسين، نقول لك حياك الله. مساك الله بالنور اخوي عبد الرحمن، امسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام، ان شاء الله نقدم حلقة تليق بمشاهدي سوشيال ليج. شلون الفيفا دي؟ أنا بالنسبة لي أحبه. يعني تحب الفيفا دي؟ إيه، لكن الناس ما يشفيهم، ما عجبهم. لا، ليش النظرة هذه إنه يقولك والله الفيفا دي يعني دائما أسبوع ممل، أو إنه دائما يأخذون فيه الطاقة السلبية، مع إنه كان في البرازيل والأرجنتين. لا، يمكن لأن المباريات ما تكون ممتعة بقدر المباريات الأندية. نعم. يعني فيها منافسة أكثر، فيها يمكن نقاط والجماهير اللي سوشيال ميديا وغيره. نعم. فطبيعي إنك تشوف تنجذب الجماهير لتلك المباريات اكثر من المنتخبات. جميل. اذا على الجانب الاخر ايضا اعزائي المشاهدين، احد رواد ايضا برنامج سوشيال ليج محمد بروس. حيا الله ابو جاسم، يقول لك حياك الله. الله يحييك اخوي عبد الرحمن، ومسي عليك بالخير، ومسي على الساده المشاهدين، ومسي على اخوي علي بولن كذلك اللي منورنا اليوم ضيفنا غازي القهيدي. اتمنى نقدم حلقه يستمتعون فيها الجماهير. تاخذون هذه الجهره؟ والله غازي لاعب صراحه فنان نتشرف فيه طبعا. الله يعطيك الصحة والعافية. إذا أعزائي المشاهدين مثل ما قلنا اليوم راح تكون بانوراما على المدربين إن شاء الله والفرق الموجودة اللي ريحت هذا الأسبوع واللي يمكن انشغلوا معظم المدربين في الفيفا دي، لكن راح نتطرق عن الدوريات الأوروبية سواء على الصعيد الكالتشو الإيطالي أو اللاليغا الإسبانية أو البريمير ليج الإنجليزي، لكن راح نبتدي وناخذ طيارتنا ونطير إلى إيطاليا مع الكالتشو الإيطالي، لكن بعد هذا الفاصل. الكالتشو الإيطالي، ونظرة يمكن تحليلية للمدربين في الدوري الإيطالي. يمكن عندنا يمكن ست مدربين راح نتكلم عنهم، فراح نحاول ناخذ بشكل سريع عشان نوفي ونكفي على جميع المدربين. راح نبتدي مع مدرب أليجري، هو مدرب يوفنتوس الإيطالي. راح نبتدي صفحة السوشيال ميديا مع علي بولند. علي، عندك فيصل الحربي من خلال تغريدة اللي قالها عن أليجري، يقول طاقم أليجري سيء من أيام ما كان في ميلان، الإصابات المتعددة توضح سوء الطاقم عنده، الإصابات المتكررة الآن نشوفها باليوفي باستمرار. هذا كلام فيصل الحربي، شو تقول عنه علي؟ لا، شوف، إن موضوع الإصابات هو موضوع حظ بالنسبة للمدرب، لكن المدرب يكون هو عنصر رئيسي في الإصابات. ما في مدرب يتمنى أن لاعبين يصابون. نعم. كل مدرب لما يحط تمرين اللياقة البدنية، طبعا أكثر الإصابات تكون بدنية. نعم. من تبع التمارين اللياقة البدنية، لما يحط الأحمال التدريبية هو يبنيه على دراسة ومعاه ستاف فني كامل يعمل على هذا الشيء، لكن بالمقابل في لاعبين يكون هم مقصرين. نعم. سواء بالسهر، بالتغذية، سوء التعامل مع التمارين، هذا كله تأثر في اللاعبين وتخلي الإصابات تكون موجودة، لكن المدرب يكون هو عنصر أساسي بالإصابات ما أتوقع. نعم. محمد، انا عندي دي اس ديفي يقول في ايضا عن موضوع أليجري في نفس الوقت، يقول يعني خلصت مواضيع الدنيا، تتهاوشون منو احسن، أليجري ولا كونتي؟
كونتي يفتقد للتكتيك وأليجري يفتقد للتوظيف. هو عمل يمكن وجه مقارنة. علي بولن طبعا يضحك يقول شلون انه يفتقد مدرب كبير مثل كونتي يفتقد للتكتيك. انا اقرا افكاره بما انه معه اكثر من اسبوع. فهمنا هذا رد يعني شلون مدرب حجم كونتي يفتقد للتكتيك. يعني وجهة نظر يعني احنا اللي علينا نرد عليها. انا مستغرب صراحة من جاء أليجري الى يوفنتوس والمقارنة شغالة بين كونتي وأليجري. يعني المدربين اثنين حققوا نجاحات ممتازه مع يوفنتوس، كذلك أليجري الموسم اللي طاف فيه اول موسم له حقق الدوري، وصل نهائي الشامبيونز، تالق صراحه بشكل كبير، ف ما لها داعي المقارنه. وكل مدرب يعني طريقته وكل مدرب فكره، وبالنهايه اثنين هم مدربين متالقين. نعم غازي، اذا بتكلم عن يوفنتوس بشكل عام يعني قاعد اشوف مساحه مقارنات بين كونتي المدرب وأليجري المدرب الحالي ليوفنتوس. يمكن بوجهة نظر غازي الكايد يمكن بمعلوماته عن اليوفنتوس على الموسم اللي طاف وهذا الموسم، يمكن شفنا يمكن نزول مستوى اليوفنتوس هذا الموسم عكس الموسم اللي طاف اللي اخذ الدوري فيه ووصل لنهائي الشامبيونز ليج. شلون تشوف هذه المقارنه او شنو السبب مثلا نزول الموسم اليوفنتوس هذا السنه؟ على حسب اخوي عبد الرحمن، يعني انت حاليا الموسم اللي طاف اليوفي لعب كل شيء، خذ كل شيء، لعب نهائي الابطال، قدم مستوى جيد. نعم. ممتاز مو جيد، لكن الموسم هذا يعني انت يمكن على حسب شنو وضع الفريق. نعم. ضغط الموسم اللي طاف، نشوه الفوز السنه طافت خلتهم يشوفون نفسهم، خساره لاعبين كبار. نعم. الوضع يعني عندك حاليا في 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 الدوريات الاوروبيه تختلف، عرفت؟ نعم. يعني الفرق تتطور. نعم. اذا ما تطور نفسك يعني انت الخسران. نعم. اذا من أليجري الى مانشيني مدرب انتر ميلان، عندي بدر علي يقول عن مانشيني، نشوف التغريده من الاخ بدر حاليا راح تظهر عندنا عبر شاشه برنامج سوشيال ليج. بدر يقول: علي، ولو ان مشروع توهير ومانشيني ببدايته لكني على قناعه تامه مع مانشيني، لو ما فاز الانتر بسكوديتو هذا الموسم ما راح يفوز لو استمر معانا حتى لو ثلاث مواسم. فاليوم كله قاعد تضحك. بدر يقرا كيف الظاهر؟ ليش؟ يقول بعد ثلاث سنين ما راح يحقق حسب معطياته. لا، لكن هو قال الشراكه ما بين توهير ومانشيني. نعم. انا ما اشوف ان الشراكه ما بين توهير ومانشيني، كذا ما اشوفها شراكه ما بين خافير زانيتي وستانكوفيتش ثم مانشيني. لان من جاء خافير زانيتي هو اللي منجلب. نعم. مانشيني الفريق، وهو وضع ستانكوفيتش كمدير رياضي على الفريق ويكون بجانب اللاعبين. ندري. نعم. ان ستانكوفيتش لاعب عنده يعني على قولتهم الايطالي الجرينتا. نعم. وعنده قدرة على تحميس اللاعبين، فهم قاعد يستغلون العنصرة ومثلث النجاح هذا اللي دائما نقوله، عندك لاعبين مميزين، عندك مدرب جيد، عندك إدارة فاهمة كرة، راح تحقق النجاح في أي بطولة. حلو. فبالتالي أنت قاعد تشوف اللي قاعد يعمله مانشيني عمل كبير حاليا. عندي اتصال من عمر دويسام مشجع انتراوي راح يتكلم أيضا عن موضوع مانشيني. عمر، نقول لك مساك الله بالخير وحياك الله في عالم السوشيال ليج. مساكم الله بالنور والله يحييكم، يا هلا فيكم. الله يعطيكم العافية على هذه المداخلة حبيب. للأمانة أنا أشوف مانشيني مدرب جيد، للأمانة أنا ما أشوفه ممتاز. نعم. أنا أشوفه جيد، وخصوصا بحالة الإنتر هذا الموسم والمواسم اللي طافت. نعم. الإنتر صار له كم موسم أداء كان جدا سيء. صح. وحتى هذا الموسم أنا إلى الآن أصر وأقول الإنتر ترى مستوى مش ولا بد. نعم. الإنتر ما قدم إلا في مباراة واحدة اللي هي أمام روما. نعم. هي اللي قدم مباراة تكتيكية بحتة. نعم. وأنا كنت متوقع أنه راح نخسر، لكن الحمد لله أنه فزنا. نعم. أنا أشوف مانشيني أنه مدرب يعرف يبني فريق. نعم. مدرب يعرف يختار اللاعب يعرف. نعم. لكن مشكلته عنده بعض القناعات. ياخذ الدوري عمر؟ والله الدوري انا ممكن ان ناخذه، مو عشان ان مانشيني او ان الانتر زين، لا، لان اليوفي طايح. لان اليوفي طايح، اي انا اشوف لان اليوفي طايح. روما مو فريق بطولات، هذا من الاول هذا اعطيك اياها انا من الحين. نعم. روما مو فريق بطولات، وفيورنتينا ما اتوقع انه راح يكمل. جميل. لكن مانشيني بوضع الدوري الايطالي حاليا. مشكور عمر دويسان، يعطيك العافيه. محمد، يمكن عمر يمكن من احد مؤيد مانشيني وبقائه في الانتر عكس الناس اللي قاعد تنتقده، لان عندي نفس الشيء. عندي هام منصوري ايضا في تغريدته ايضا في برنامج سوشيال ليج، اتمنى الاخوان لو يعرضوا لي اياها. هامر يقول: لا نقول ان فريق مانشيني متكامل، اكيد الفريق فيه سلبيات، لكن بشكل عام وكمقارنه مع الاعوام الماضيه فالوضع جدا ممتاز. انا مثل ما ذكرت بلقاءات سابقه في سوشيال ليج، ذكرت ان مانشيني الافضل صراحه لاداره وضعيه او كمرحله انتقاليه الوضع الانتر.
ولكن الانتر اذا بنى فريق كبير صارت طموحاته اكبر، اتوقع يحتاج اسم اكبر من مانشيني. ولكن في المرحله الانتقاليه مانشيني ممتاز، قاعد يعني كل المباريات السابقه اللي قاعد يفوز فيها الانتر واضح لمسه مانشيني بالدرجه الاولى. 1-0 مباريات صعبه، دايم يعني يحاول انه يسجل هدف، يغلق مناطقه، يعني يعرف يخطف الثلاث نقاط بالدوري الايطالي. لذلك قاعد نشوف هالفرق القمه، مثل ما قال لك مباراه روما فنيا تشوف روما افضل، اتوقع ان روما يخطف المباراه، ولكن لما شفنا بوضع المباراه أيضا ايضا بقاء مانشيني، انا تايد او استمراريه مانشيني. نعم يعني لانه لحد الان ماكو اي كلام انه ينشال المدرب، اتوقع انه سنتين يبني لهم فريق ممتاز كاساس ثم يبحثون لطموح كبير. انا مثل ما قلت لك مانشيني يعني مدرب كمرحله انتقاليه ممتاز، ولكن في لما مدرب ما يعرف يوصل للقمه باختصار. نعم، لكن الاهم ان نشوف الانتر ايضا في دوري ابطال اوروبا مثل كل سنه يعطينا نكهه المتعه في هذه البطوله، هي الاقوى يمكن عالميا في وجهه نظر اكثر المحللين، من مانشيني الى ميهالوفيتش مدرب اي سي ميلان. علي عندي بابلو ام يو اف سي 7 يتكلم عن موضوع ميهالوفيتش، لو الاخوان بس يعرضوا لي التغريده، يقول لك عوده ميلان مساله وقت، من بعد أليجري ما مر عليهم مدرب سوري بس كاتب انه محترم، ميهالوفيتش يقوم بعمل جيد نوعا ما لكن نوعيه اللاعبين ما تخدمه. اي طبعا قلنا احنا من قبل ان ميهالوفيتش من المدربين اللي عندهم شخصيه قويه على اللاعبين. نعم، ويمكن تصريحاته دائما تكون موزونه وفيها اهداف. نعم، يحاول يوصلها من خلال مؤتمر الصحفي للاعبين. نعم، والادوات ميلان يمكن الموسم صرف شوي، فكانت الادوات عند ميهالوفيتش افضل من الموسم الماضي. كان صار الخامس ولا السادس الحين ميلان؟ الحين سادس. سادس اي يعني سادس 18 نقطه عنده تقريبا. نعم، عنده الادوات افضل من انزاجي وسيدور. نعم، يعني هو المفروض انه يقدم يعني او اللاعبين اللي اختارهم ينفذون افكار بشكل افضل. نعم، فحاليا قاعد اشوف مع الوقت، قلنا احنا دائما نتائج ايجابيه تخلي المدرب يعمل بشكل افضل، فراح نشوف نتائج ايجابيه في المستقبل القريب مع ميهالوفيتش. حلو، عندي محمد، عندي بيدرو القلاف ايضا في تغريدته راح تظهر لنا الان بالشاشه. بيدرو يقول في تغريدته لبرنامج طبعا سوشيال ليج، يقول لك ميهالوفيتش صحيح عنده اخطاء وكارثيه خصوصا تبديلاته، بس ما انكرنا سنة الفريق واكتشف لنا مواهب حلوه، واولهم دوناروما ورومانيولي. نعم، انا اتفق معه نسبيا ان ميهالوفيتش بينت بصمته، ولكن انا استغرب من الميلان ليش دائما يبحث على مدربين اللي ما عندهم خبره كبيره، انزاغي، سيدورف، من ثم ميهالوفيتش. هذول قبل كم سنه كنا نشوفهم يلعبون في الملاعب. نعم، فجاه صاروا مدربين. انت لما ما يكون عندك فريق قوي يعني كلاعبين كاسماء، ابحث لك عن مدرب صاحب خبره، عن مدرب انه ممكن يطلعك من المشكله اللي انت فيها. اما اذا كان عندك مثلا فريق قوي مدرب نص ونص مثل ما يقولون، اتوقع انك قادر انك تمشي، ولكن ان فريق ميلان على وضع ميهالوفيتش الوضع صعب صراحه. نعم، غازي اذا بنتكلم عن اي سي ميلان، يمكن قاعد تسمع انا سنوات طويله كان غائب عن الشامبيونز، نقدر نقول عوده اي سي ميلان الموسم هذا هل لان الفريق نقدر نقول فتحوا الجيب شوي قاموا يبون لاعبين، ولا استقرارهم على مدرب ميهالوفيتش؟ لا اكيد اذا فتحت جيبك تمشي امورك بالسوق. انا غازي شراء اللاعبين ايوه. شوف كل فريق يحتاج عناصر. نعم، يعني خامات تحتاجها، يحتاجها الفريق عشان تفوز. نعم، عشان تقدر تقدم مستوى. نعم، ففتح الجيب و ينافس. يعني تشوف يعني يحتاج لاعبين. اكيد يحتاج لاعبين. نعم، حلو. عندي طبعا ننتقل من يمكن ميهالوفيتش الى المدرب سوزا، يمكن مدرب نادي فلورنتينا. علي عندي سلطان يقول عن سوزا، يا ريت بس لو تعرضوا لي التغريده، يقول لك فريق بشخصيه عظيمه، والله ما كنت احلم بيوم اشوف فريق يلعب مثل كذي. باولو سوزا قدر ينسينا مونتيلا وعقمه في فتره وجيزه، مدرب كبير. ينسينا مونتيلا ما انا اشوف ان مونتيلا بنى فريق جيد. نعم، وجاء سوزا لقى ارضيه يعني خصبه انه هو يضع عليها افكاره. نعم، او يزرع فيها افكاره. فيورنتينا قاعد يقدم مباريات ممتازه، وقلت لك انا دائما النتائج الايجابيه تخلي الفريق يعمل بشكل افضل. نعم، ننطر لنهايه الموسم ونقيم سوزا. للحين سوزا في منتصف او في بدايه الموسم. نعم، اول 10 مباريات للحين ما اقدر نقيم سوزا، نقول انه مدرب عمل نقله كبيره ونقله عظيمه في فيورنتينا. نعم، فيورنتينا حتى مع مونتيلا قدم مستويات كبيره. نعم، محمد عندي مشعل ايضا على موضوع باولو سوزا، يمكن ايد التغريده الماضيه اللي كانت مال سلطان، يا ريت لو الاخوان يحطونها، يقول لك باولو سوزا قاعد يسوي شغل كبير يا جماعه، والله ما عنده احد، انجاز كبير انه متصدر حاليا. يعني ايد التغريده السابقه. لا طبعا انا ما اتفق معاه، ولكن باولو سوزا بصمته مبينه مع فريق نفس فيورنتينا. نعم، مباراه ضد الانتر 4-1
افضل مباراه تكتيكيه شاهدتها هذا الموسم، يعني من اجمل المباريات اللي شاهدتها صراحه. مع ان الانتر كل فرق بالدوري الايطالي قاعد تعاني منه، ما حد قادر يسجل عليه. دفاع من اقوى الدفاعات بالدوري الايطالي، انك تسجل عليه 4-1 ومن ثم تقتله يعني من الوريد للوريد، وتمسك الكره نهايه المباراه وتقدم 4-1، يعني الامانه مدرب كبير اللي قاعد يسوي سوزا. نعم راح انتقل ايضا الى رودي غارسيا مدرب روما. عندي عادل علي يقول، عادل يقول في تغريدته يقول لك رودي غارسيا يحسب لان الفريق تجاوز احد المشاكل التي غالبا ما تكون سببا في خراب الفريق، اتمنى ان تستمر الاجواء الاخويه بين اللاعبين. كان قاعد يقول اللاعبين بينهم وبين بعض هو اللي كان مو مخلي الفريق مستقر، انه كان في مشاكل يعني. نعم لا بالعكس، انا اشوف غارسيا مدرب ذكي، يعني هو استخدم واحد من رموز إيطاليا وروما في غرفة ملابس اللي هو توتي، يعني قادر إنه هو يتحكم غرفة ملابس عن طريق توتي. نعم. فغارسيا مو مشكلته أو قصدك إن توتي هو اللي يتحكم في غرفة الملابس؟ لا توتي هو يساعده، مثل ما كان ماتيرازي هو عين مورينيو في غرفة ملابس، مثل ما يعني اللاعبين الكبار اللي يعتمد عليهم المدرب دائما في غرفة ملابس كغادة في غرفة ملابس، إنهم ينقلون ليبين المدرب او افكار المدرب من ناحيه التزام، من ناحيه الكوهيجن اللي يسميها اللي هو التوافق ما بين اللاعبين بينهم بين بعض يعني. ف انا اشوف ان غارسيا مدرب ذكي، لكن تخذلت يعني بعض المرات عنصر الحظ ما يكون عنده. حلو، عندي عبد العزيز النعيمي يقول لك علي، يقول لك رودي غارسيا يمشي بخطوات ثابته نحو سكوديتو بمستوى مقنع وارقى من الانتر، يوجد بعض السلبيات في روما يجب على غارسيا تصحيحها. تتوقع شنو السلبيات اللي يقصدها عبد العزيز النعيمي؟ يمكن قصد السلبيات انها تكون كثره استقبال الاهداف. نعم يعني ساعات تكون الخط الدفاعي مو بالمستوى المطلوب. نعم كعناصر يعني، وما لهم غارسيا لان كثره الاصابات موجوده بالخط الخلفي. نعم يعني روديغار يصاب، يريد مره ثانيه يبدع يصاب، كاستن يصاب، فهو يضطر يلعب دوراتي قلب دفاع. نعم. يعني واحد من اهم لاعبينه في 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 بدايه الهجمه دائما تلقاه هو المصاب. نعم. او يرجع على خط الدفاع ويفقدها في خط الوسط. نعم. فطبيعي جدا تشوف انه في خلل كبير في خط الدفاع، كل ما تغيرت العناصر راح تشوف في خلل اكبر. نعم. إذن اعزائي المشاهدين، بعد ما خلصنا يمكن من مدربنا او اخر مدربين الدوري الايطالي، نقدر نقول أن نغلق صفحه الكالتشو الايطالي، لكن هالمره بناخذ الطياره ونطير الى اسبانيا مع اللاليغا الاسبانيه، لكن بعد هذا الفاصل. اللاليغا الاسباني اعزائي المشاهدين، ابتدي مع انريكي مدرب برشلونه الاسباني. ابتدي معك غازي في اول تغريده لعادل، يقول لك انريكي مصر على شراء نوليتو في الشتاء. من الاشياء اللي تميز انريكي شخصيه قويه وعدم تراجعه في قراراته، يمشي كلامه على اللاعبين. شوف انريكي مدرب كبير يعني، طبعا موسم طاف حقق الرباعيه. نعم. شوف نيلتو لاعب سلتا فيجو اعتقد. نعم. المهاجم لاعب كبير ولاعب يحتاجه يمكن في الفتره القادمه. نعم. وهو عنده شخصيه، عنده يعني برشلونه نادي عنده امكانيه يشتري اي لاعب يعني. نعم. برشلونه ريال مدريد عندهم امكانيه يشترون اي لاعب، فمدرب معطينا الصلاحيه انه يختار اللاعب اللي يبيه ويشتري. كشخصيه قويه. شخصيه قويه جدا، يعني الموسم طاف انت شفت بدايه الموسم كانت في مشاكل كثيره، ما حد توقع ان برشلونه ياخذ شيء. يعني يمكن المحللين الكبار يمكن يعرفون اكثر مني ان برشلونه السنه طافت كان في مشاكل بغرفه اللاعبين، بس الحمد لله حقق كل شيء الموسم الماضي. حلو. بنفس الوقت عندي فارس برشلونه، عندي محمد بروس يقول لك فارس، يقول لك ميسي مهما فعل لن يشارك اساسي، وحتى ان اراد ذلك لا اعتقد ان انريكي فاقد عقله ليشرك ميسي اساسا بعد غياب شهرين، قصده عن مباراه الكلاسيكو. نعم مباراه كلاسيكو طبعا وجود نيمار وسواريز يعني من وجهه نظري انه يكفون يوفون، ولكن ميسي له هيبه خاصه. ميسي وجوده بالملعب مرعب للامانه، خصوصا انه من اكثر الانديه اللي سجل عليها. نعم. هو ريال مدريد، فوجوده نفسي اكثر من كونه فني. نعم. اما سواريز ونيمار قادرين انهم يسوون كل شيء، لو تشوف لستة الاهداف اللي طافت برشلونه. نعم. سواريز نيمار نيمار سواريز سواريز. نعم. نيمار. غازي، ميسي راح يلعب اساسي مع بالكلاسيكو ولا لا توقع؟ والله شوف انا قريت تصريح دكتور برشلونه قاعد. نعم. يقول ميسي جاهز 30 دقيقه. يعني شوف دكتور لما يقول لاعب جاهز 30 دقيقه يعني اللاعب جاهز، بس يعني يمكن النفس اللاعب ما يساعد انه يلعب 90 دقيقه. نعم.
فاتوقع توقعات يلعب بس شطه. بس يعني في فتره مثلا بروز نيمار يعني خصوصا في الفتره الاخيره ما اتوقع انه يمكن لا يريح ميسي افضل انه يلعب مباراه كبيره مثل هذه وانك كونك تو عايد من الاصابه واول مباراه كلاسيكو. شوف هو اذا على ميسي ما في مثله يعني. لا تقول لي نيمار تقول لي سواريز يعني بقياس بميسي. نعم ميسي الفريق يحتاجه الفتره القادمه يعني خاصه ضد مدريد. الشوط الثاني نص ساعه ما تاثر ما اعتقد انها تاثر عليه يعني بالعكس هو يبي يلعب. نعم. اللاعب يبي يلعب. حلو جميل. عندي اتصال من محمد فالح مشجع برشلوني. ابو جاسم مسي عليك بالخير نقول لك حياك الله. الله يحييك اخوي عبد الرحمن مسي عليك بالخير ومسي على ضيوفك الكرام. نعم ويشرفنا المداخله هذه عن مدرب برشلونه لويس إنريكي. نعم في كلمه قالها للامانه كل جو مو يدان غازي ولا بالروس؟ غازي الجيني اتوقع. اي نعم قول. قال ميسي له حضور خاص. نعم في كلاسيكو. نعم. لكن انا اشوف ان نتائج برشلونه نعم. بعد غياب ميسي يمكن كلامي هذا راح يزعج الناس واجد لكن بالارقام نتائج برشلونه بعد غياب ميسي قامت تتعدل ورتم الفريق قاعد يتصاعد خاصه ان برشلونه لعب نعم. ميسي لعب مع برشلونه 11 مباراه بدايه الموسم من نعم. كاس السوبر الاوروبي والاسباني والدوري في نعم. كل مباريات هذه برشلونه خسر في ثلاث تعادل في اثنتين فاز في خمس مباريات من ست بنتيجه 2-1 1-0 يعني حتى الفوز غير مقنع. نعم لكن تبي تتكلم بعد غياب ميسي لعبوا برشلونه سبع مباريات في سبع مباريات حققوا سته فوز واحد تعادل والاداء في تصاعد ممكن يمكن تعثر في اول مباراه. نعم انا اشوف انه محمد يعطيك مشكور محمد يعطيك العافيه. علي يقول غياب ميسي كانها صارت ايجابيه على برشلونه من خلال سبع مباريات فازوا ست مباريات. ايش رايك؟ هو غياب ميسي ايجابي؟ لا انا اشوفه سلبي يعني غياب لاعب حجم ميسي راح يزيد الضغوطات على سواريز ونيمار. بس اذا بتشوفها كارقام سبع مباريات فايز سته. برشلونه فريق كبير يعني ميسي او بدون ميسي هو فريق يقدر يحقق الفوز. نعم. عنده عناصر ممتازه عنده عناصر الافضل يمكن في العالم في خط الهجوم هم نيمار وسواريز يعملون يعني فارق لوحدهم يعني. نعم. لكن انا اتوقع ميسي يعني صعب انه يخاطر فيه إنريكي خصوصا في مباراه من ممكن تكون فيها التحامات بدنية قوية خصوصا من ريال مدريد اللي يمتلكون لاعب مثل كاسيميرو دائما عنده البريسنج قوي جدا على 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 اللاعبين ويضغط على حلو. على اماكن معينة في الجسد فعنده اصابة عضلية ميسي مستحيل انه خاطر فيها. مو مشكلة انا عندي تغريدة من حسون. حسون يقول لك الماضي والقريب والحاضر سنين الضياع والاضطراب فترة ذهبية جديدة عصر غوارديولا والسداسية التاريخية الانتكاسة لويس إنريكي على خطأ غوارديولا. تأيد الكلام هذا ولا ما تأيد؟ اي دليل تكرمت. اوكي الخلاصة ان لويس إنريكي قاعد يمشي على خطأ غوارديولا. تأيد هالكلام؟ لا مو عليك الحال. غازي تأيد؟ لا. علي من اي ناحية يمشي على خطأ؟ يقول لك ان الريال ما الماضي والقريب والحاضر سنين الضياع والاضطراب فتره ذهبيه جديده عصر غوارديولا والسداسيه التاريخيه. غزه ان إنريكي هو يعني كعسان بالسداسيه نفس غوارديولا على خطأ. هو قاعد يقول لك لويس إنريكي على خطأ غوارديولا طبيعي هو يمكن من ناحيه الانجازات غزه لكن من ناحيه الافكار إنريكي يمكن اضاف افكار يعني مختلفه عن بيب غوارديولا. حتى داني ألفيس هنا في دوري رمضان قال انه يعني مسألوه من أفضل عندك غوارديولا أو إنريكي قال أنا أفضل إنريكي لأنه خلانا ندافع بشكل أفضل أو خلانا يعني نعمل أمور أفضل بأقل إمكانيات. حلو أوكي ننتقل من إنريكي إلى بنيتيز مدرب ريال مدريد. عندي سلطان غازي يقول لك في تغريدته من خلال البرنامج يقول لك خميس وكروس وكريستيانو لحد الآن هما من انتقدوا طريقة لعب بنيتيز والقائمة ستطول إذا استمر على ما هو عليه. الحذر ثم الحذر من هذه الانتقادات. شوف هذا طبعا كلام نفس الموسم يطاف اللي طلع على برشلونة. نعم. بداية الموسم كان إنريكي شنو الكلام اللي يطلع عليه مو بس اللاعبين ما راح يستمر اي ما راح يستمر ومشاكل طبعا انت باوروبا احنا بالكويت يطلع هيجي شلون باوروبا هناك الصعوبة فشنو الصعوبة تبي تبيع تبي اخبار تبي خبر تبي او تبي عقاوتهم يسمونها اسمع فيها رطم جنازة يسمعون فيها رطم فشنو انا توقعاتي يعني ترى المدرب يعني كانجازات المدرب السابقه مدرب كبير. نعم. يعني ما تقدر تقول انه يعني فاشل في ناس تتعلق على مدرب ريال مدريد تقول انه فاشل وانه ما يصير هذا مدرب كبير له انجازات يمكن بدايه الفتره يمكن نفس برشلونه حلو السنه طافت تتعدل يمكن. محمد ابي بتضيف نقطه بس خليني اعطيك تغريده احمد تقريبا مشابهه حق هاي التغريده. عندك احمد ماس يقول لك كروس كريستيانو راموس خميس كلهم اعلنوا العصيان على بنيتيز
فرض الهيبه بغرفه الملابس تكون بالتقرب من اللاعبين مش بمعاداتهم. اصعب بيئه ممكن تدرب فيها بالعالم من وجهه نظري ريال مدريد يعني جميل. لان الصحافه متفشيه فيه يعني داشين غرفه الملابس يقدرون يوصلون لاي لاعب فمختلفه مثلا عن الاماكن الثانيه. اصعب مدرب في التعامل معاهم ما قدر يتعامل معهم اللي هو مورينيو لما واجه الصحافه. مورينيو كل مكان كان يواجه الصحافه كان ينتصر وعلي بولن كذلك يتابعه عن كثب ويعرف المعلومات هذه فالا بريال مدريد يعني مورينيو اللي من اصعب المدربين من الناحيه النفسيه ومن ناحيه التصريحات ما قدر عليهم فاقول الله يعين بنيتيز. اذا عندي ايضا اي محمد في تغريدته ايضا علي يقول اثق في بنيتيز حتى يصفر الحكم اخر صافره لاخر بطوله يلعبها الريال وبعدها سانتقده لانني لا احب ان ارى او احس ان الريال يوما من الايام سيء. وبنى انتقاد على النتائج ينطر نتائج لا بس شوف يمكن انا برد على نقطه ان بنيتيز غرفه الملابس دائما انت لما تجيب مدرب شديد دكتاتوري في غرفه الملابس بعد مدرب عنده الديمقراطيه مع اللاعبين وعلاقته ممتازه مع اللاعبين مثل انشيلوتي شفنا انشيلوتي مغادر اللاعبين كانوا رافضين لمبدا مغادره انشيلوتي لما ياتي مدرب يبي يطبق الحزم غرفه الملابس او يبي يطبق افكاره بشكل اقوى طبيعي راح تكون في بعض المشاكل او مصادمات ما بين اللاعبين. وبنيتيز من المدربين اللي دائما سواء في ليفربول سواء في نابولي وحاليا في مدريد علاقته مع اللاعبين غير جيده هذه يمكن تخلق بيئه غير مناسبه لا هو بينه وبين اللاعبين لكن على المستوى التدريبي بنيتيز واحد من المدربين المميزين جدا. جميل. من بنيتيز الى مدرب الروح العاليه داخل الملعب وهو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد. عندي احمد غازي القيدي يقول في تغريدته عن سيميوني غريزمان انقذ اتلتيكو مدريد لكن فريق سيميوني يتضح في مباراه بعد اخرى انه عاجز عن اختراق الفرق التي تغلق دفاعاتها وتلعب على التعادل. شوف سيميوني مدرب انا بالنسبه لي سيميوني افضل مدرب بالنسبه لي. ليش؟ لان احب اللعب التكتيكي واحب اللعب اللي يطلع من روح بروح عاليه. نعم. شوف سيميوني مدرب حازم ولاحظ طريقه لعبه مهما يكون مهما يبيع مهما يشتري اللاعب مدرب تكتيكه هو ما يتغير نفس يعني ما يغير التكتيك عشان لاعب ولا عشان لاعب مثل ميسي مع برشلونه ولا كريستيانو مع مدريد. لا سيميوني يعني بالنسبه لي ما عليه اشكال بالدفاع ولا بالهجوم ولا. حلو. محمد عندي خالد برشا يقول في ايضا عن سيميوني يقول لك سيميوني عمل شغل جميل في اتلتيكو مدريد او شغل هايل في اتلتيكو بس حاليا قدامهم خيارين يا يكمل على نفس المنوال يا يجيبون احد ينقلهم تو ذا نيكست ليفل. سيميوني الموسم هذا بالذات طافي نار يعني ما كان مثل المواسم السابقه كان بارز وقاعد مو مع اضواء الاعلام وكل قاعد بالضبط كذلك من الناحيه الفنيه يعني الفريق ما كان يؤدي نفس الاداء السابق. صراحة سيميوني أنا أشوف إن على أتوقع إن تشيلسي في المرحلة القادمة في حال خروج مورينيو وما أتوقع إنه يستمر وأتوقع إنه كذلك. بس لاحظ إيش قال يقول بتغريدة نيكست ليفل يبي واحد أحسن من سيميوني. صعبة لا صعبة تحصل واحد أفضل من سيميوني كذلك لأن. إنه يقود أتلتيكو مدريد غصب. شنو المشكلة إنه زرع طريقة عندهم فلما تجيب مدرب بطريقة ثانية راح يحتاج وقت ثاني راح يحتاج عناصر ثانية. فطريقة سيميوني خاصة فيه اللي هي مثل ما قلت القرينتا حتى اختيار اللاعبين يكون دائم على هذا الأساس على اللاعب يلعب بروح على تكتيكي يلعب بدني وممتاز بروح العالية في الملعب بالضبط مدرب ثاني معناها مرحلة ثانية وممكن طريقة ثانية لكن حتى شوف حتى الموسم هذا هو أدخل وايد لاعبين صغار بالسن. نعم. كوريا كاراسكو لاعبين يعني عندهم المهارة وسيميوني مثل ما قال او تغريده قبلها قال لك ليش يلعب ضد الفرق الصغيره يعاني. نعم. لان سيميوني هو نهجه ان انا اتمركز في مناطقي وابدا اصيد الفرق اللي تترك مساحات. نعم. على طريق المرتدات صح فطبيعي جدا انك تشوف يعاني قدام فرق صغيره. خلصنا من أريكي خلصنا من بنيتيز خلصنا من سيميوني وخلصنا من الليغا الاسباني لكن الحين راح ننتقل الى ترانزيت اخر الى بريطانيا بالتحديد في البريمير ليج الانجليزي لكن بعد هذا الفاصل. البريمير ليج الانجليزي اعزائي المشاهدين نفتح صفحتها مع مدرب ليفربول وهو يورغن كلوب. عندي مبارك الموينع يقول لك محمد في تغريدته عن كلوب او المدرب يورغن كلوب مدرب ليفربول الحديث في ساحه ليفربول يقول لك كلوب راح يغير الفريق في يناير وانا واثق من هذا الشيء. اكثر فريقين راح يتغيرون في يناير ليفربول وتشيلسي يعني اتوقع ان يناير راح يكون وقتهم حسب التصريحات حسب الكلام. مورينيو ما راح يصحصح الا بالالترا
والله هذا اللي نخاف منه احنا، على حظنا يجينا مورينيو ومصحصح. لا اتوقع ان مورينيو مثل ما يقولون شقعوا. بس خلنا على موضوع كلوب، يحتاج طبعا لاعبين، يحتاج لاعبين مثل ما قلنا على موضوع سيبوني، على طريقته، على انك واحد يعطيك يعني مثلا فريق ولاعبين هو مختارهم، صعب انك تبني فيها الرؤيه والتشكيله اللي انت تحتاجها، فلازم يغرب الفريق من وجهه نظره. عندي اموري ايضا علي يقول ان موضوع ايضا يورجن كلوب، يقول لك والله ما ادري الاخبار من وين تجي. كلوب يقول ما راح اتعاقد مع اي لاعب من دورتموند، وحين نسمع اخبار ان كلوب يريد ضم غاندوغان. يعني احنا ما قلنا الصحافه دائما تحب انها تعمل شو يعني، بس عشان هي عملها قائم على هذا الشيء، وما الومها. الصحافه تبي تبيع، تبي اخبار، تبي كل يوم تملي صفحاتها باخبار فيها نوع من جذب الجماهير، فطبيعي تحط لك ده ما راح يتعاقد، بعدين تحط لك انه يتعاقد. لكن كلوب من المدربين اتوقع اللي راح يجلب لاعبين مميزين يخدمون افكاره مع ليفربول. نعم جميل. في عندنا اتصال جاهز؟ في اتصال جاهز ولا لا؟ اوكي. احمد الانصاري مشجع ليفربول، ابو الشام، يقول لك مساك الله بالخير ويعطيك العافيه. مساك الله بالنور، السلام عليكم، يعطيكم العافيه شباب. عليكم السلام. ثاني مشاركة معاي، ثاني مشاركة لي معاكم، تشرفنا يا أحمد. أول مرة يعني أقول رأيي بكلوب. نعم يعني أنا كلوب ما يعني ما كنت أتابع دورتموند والدوري الألماني، ما الشباب جاي يصرفون عنه، لكن أخذت من اللي تابعون الدوري الألماني، من الناس اللي تابع كلوب، من المدربين، إن إن شاء الله إن هذا المدرب إن شاء الله راح تكون بداية إنجازات ليفربول معه. نعم. والأسباب كثيرة. من أي موسم عاد أحمد؟ شون من أي موسم؟ من هالموسم يعني؟ لا لا مو من هالموسم. ها عيل. يعني عطى موسمين. موسمين. نفس ما سوى مع دورتموند. حلو. ثلاث مواسم ما يخالف. مثلاً أنا أقولك يعني دورتموند بإمكانيات بسيطة قدر ينزل بايرن ميونخ من العرش. نعم. يعني أنت متفائل فيه؟ اي ان شاء الله متفائل. شنو يعني توقع يحقق الدوري يعني؟ الدوري شنو يعني طموحك؟ مثل ما هو قال خلال اربع سنين راح ياخذه. يعني خلال اربع سنين جاية في منها. مستعدين تنطرون اربع سنين زيادة؟ مستعدين تنطرون؟ والله ناطرين 25 ما ينطرون. مشكور مشكور، يعطيك الصحة والعافية. محمد عندك رد عليه؟ لا بالعكس، انك تنطر اربع سنوات على مدرب فكره حلوه. ليفربول لو باديها من البدايه من 25 سنه رضى بخطه او مدرب له عنده خطه كان حق. بس ترى هم الجماهير انها تقرب من القاب مانشستر يونايتد، ما تبي مثلا زعامه الكره الانجليزيه تبتعد عن مانشستر يونايتد. عبد الرحمن فيرغسون قال كلمه، قال الصبر في كره القدم قليل، ما حد يصبر. صح. فلما يجيني واحد يقول لي والله خلال اربع سنوات راح احقق لك، يمكن ليفربول قبل 20 سنه يقول له مستحيل انطر عليك اربع سنوات. نعم. ما يدرون ان 25 سنه ما راح يحققون الدوري. جميل. غازي الاصابات، بعد لما نقول اصابات بعد انت يمكن جت لك اصابات وشفت قاعد يصير بالمدرب وقت الاصابات، لان عندي فارس ليفر يقول في ليفربول لم يتبقى سوى الطبيب وان يصاب ويغلق النادي، غير معقول كميه الاصابات 12 لاعب مصاب ما بين اساسي وبديل، مسكين كلوب. شوف هو ما تلومه يعني، اول ما امسك الفريق كم لاعب متعور، تقريبا 5 او 6 لاعبين. نعم. في الفريق والحين قاعد تكثر الاصابات بعد. نعم. الله يعينه، بس اتوقع مدرب ناجح يعني مع دورتموند، كان مدرب يعني يمكن الكابتن علي مدرب يفهم، وكابتن محمد. نعم. ومشابه لطريقه سيميوني هو في دورتموند، يعني من ناحيه الروح، من ناحيه الحماس، مدرب اتوقع ينجم مع ليفربول. يجيب شيء وياهم؟ كاس مو الحين، يعني شوف هو مرحله البناء ترى صعبه، يعني مرحلة البناء صار ما تقدر بيوم ولا يومين ولا موسم ولا موسمين، ممكن بعد ثالث موسم رابع موسم يحقق، ممكن ثاني موسم يحقق. ممكن. من يورغن كلوب إلى جوزيه مورينيو مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، أتكلم بشكل سريع. عندي مفضي في أول تغريدة عن جوزيه مورينيو يقول كل شيء ضد مورينيو، الحظ، أداء اللاعبين السيء، اختيار التشكيلة الخاطئة لكل مباراة، عدم وجود روح الفريق، فقط جمهور البلوز هم من يثق بمورينيو. علي ايش رايك بالكلام؟ المفروض علي بروح يتكلم. المفروض هذا خلاص. انا كنت بايب الانتقاد بس شو اسوي بعد هذا مدح وطلع لي علي. لا لا ونرفزني قاعد يقول تشكيله خاطئه. زين منو اللي يعرف تشكيله خاطئه؟ انا اعرف احسن مورينيو مثلا. لا خل الموضوع يعني قال وجهه نظر، انت عاد تقدر تفرد عليه فيها. شوف مشكله مورينيو انا اشوفها يعني اكثر من شغله. نعم. في البدايه انه في مشاكل بينه وبين رئيس النادي حول عدم شراء اللاعبين، هذا طلعت الفترة الأخيرة
مشكلة الدكتورة زادت الطين بلة، نتائج السلبية مثل ما قلنا نتائج سلبية. حوبت الدكتورة عشان خاطري أبي خطأ واحد. طلع لي خطأ أنا راضي بواحد. خطأ واحد من مورينيو. يمكن إنه ما تعامل مع موضوع الدكتورة بشكل إيجابي. يعني كان مفروض يخليه يعني. إيه مفروض إنه يتعامل معها بعيد عن الإعلامي. وغلطة الشاطر كانت بألف. قام يأخذ سلسلة خسائر الحين بعد هذا الخطأ اللي اعترف فيه علي بولند أخيرا. الحمد لله لقينا شيء. حلو عندي عندي ألوي غازي يقول لك مورينيو يريد فرصة حتى يناير فترة الانتقالات الشتوية لكي يصحح ويصحح واحد عفوا يصحح وضع الفريق ببيع المتخاذلين وتجديد روح الفريق. تتوقع أن فعلا في لاعبين متخاذلين في تشيلسي؟ ما أقدر تقول متخاذلين بس إنه يعني شوف تشيلسي فريق موسم طاف حقق تقريبا كل شيء. نعم. يعني إذا شوف هو المشكلة ترى مو بتشيلسي، مشكلة مورينيو. مورينيو الكل يدور عليه الشيء. إنه الأفضل في العالم سبيشال وين. نعم. يعني شوف أنا برشلوني لما طلع مورينيو من الدوري الإسباني فقدنا حلاوة الكلاسيكو أكثر من الحين يعني صح؟ صحيح. يعني مورينيو يعطيك جو. فأي غلطة من مورينيو تروح تشوف الصحافة والإعلام. يمكن قالها حتى هو فترة التصريح الأخير قال عن كلوب. قال انا لو سويت اللي سواه مدرب يمي يعمل نفس مايكل جوردن كل شويه ناقص لكان الاعلام قتلني. لكن اي لكن يعملها كلوب طبيعي يعني عسل على كلوب مركزين عليه الرايه. يعني مورينيو توقع ان ياخذ المراكز الاولى ولا خلاص راحت عليه نقدر نقول؟ والله صعب راحت عليه صعب. ولكن مثل ما انا بدي اعلق التغريده الاخيره اللي يقول في يناير يعني حسب الصحافه اللي قاعد تقوله ان مورينيو متوعد الفريق في يناير كنا قاعد يقول لبرايموفيتش تكفوا هالدنيا عليهم في يناير بس غازي واضح انه مستاء غازي بالله سوى نفسنا من السنين واخذ او ان تشيلسي ياخذ الشامبيونز ليج ويصعد الى دوري الشامبيونز ليج ويعني يلعب دايركت في الابطال الموسم الجاي. شوف لا تستبعد شيء من مورينيو بس يعني الدوري السنه هذه صعبه يعني تقريبا مركز تشيلسي اعتقد 16 صعب. نعم يعني بالنسبه للدوري الانجليزي ترى انت ما تتكلم عن برشلونه ومدريد. نعم دش معاهم اتلتيكو دش معاهم سالتافيجو الحين جميل 7-8 فرق جميل الى اخر مركز 16 فارق 16 بطلع له بنتقل حق اخر مدرب عندي وهو لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد ايضا اللي عليه بعض العلامات الاستفهام بعض الجماهير راح تدي معاك علي بولند يقول لك 21 اتش في يونايتد يقول لك فان جال واللاعبين من اليوم وحتى مباراه اليونايتد القادمه لازم يبذلون اقصى طاقاتهم ويقدموا مستوى ممتاز حرام اللي شفناه اليوم نرجع للعك قصدا اليوم اللي هو الحين بالفتره هذه اي لا بالعكس فان جال يعني مدرب عمل طفره كبيره نعم. بعد فتره مويز وسير أليكس فيرغسون هو حاليا قاعد يعمل فريق بهويه جديده بافكار جديده ولحد الان ماشي بطريق صحيح قاعد نعم. يعمل مثل ما نقول احنا يعني استمراريه في 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 في, في تحقيق النتائج الايجابيه نعم. هذا الشيء راح يخليه بالمستقبل يعطي يعني نتائج افضل اللاعبين راح تشوفهم اكثر يعني جرأة وجودة في تطبيق أوامر فان جال ففان جال لحد الحين ناجح أنا أشوفه مع يونايتد جميل وبس غازي أنا عندي إنه يقول إنه ناجح لكن عندي بي أي جي يقول لك أو بدر يقول لك مع فان جال الموسم ما له طعم فريق ميت ممل ما في حماس المباريات ولا متعة ولا شيء الكلام طبعا عن هذا الموسم يعني مانشستر قاعد يفوز لكن اللعب ممل وما له طعم الفوز شوف جمهور المانشستراوية طبعا بعد ما طلع السير ما عاجبهم شيء للأمانة لا تلومهم كيفتن علي يدري لا تلومهم فالحين مرحلة بناء مرحلة البناء ترى تكون صعبة لازم تصبرون الصبر بالرياضة أمر مطلوب يعني كل نادي لازم يعني شوف مثلا بعطيك مثال على الدوري الكويتي نعم السالمية الحين قاعد يبني نعم مو مطلوب منه بطولة يعني كلمة المدرب يقول ترى أنت حاليا مو مطلوب منك بطولة مطلوب منك أنك تبني فريق ينافس على البطولات في المستقبل نعم هذا اللي قاعد يصير حاليا في مانشستر نعم حلو عندي وليد علي طبعا وليد علي مو زميلنا وليد علي احد المغردين محمد يقول لك المفروض فان جال يجمع اللاعبين ويعيد المباراه لهم عشان يشوفون عرضيات بيكهام وتحركات سكولز كل يوم حتى بعد اعتزالهم ما فقدنا لمستهم طبعا وليد اوجه له تحيه للمتابعين اللي اتشرف دائما يرد عليه في المنشن طبعا جيل عن جيل يفرق بس هذا يقول لك فرع اليمن هم اليمن اليمن نعم نعم طبعا جيل عن جيل يفرق من اجمل اجيال مانشستر يونايتد اللي مرت كان فيها ديفيد بيكهام وبول سكولز راين جيكس نيكي بات روي كين فصعب انك تقارن ولكن بالنسبه للموضوع الرئيسي اللي هو فان جال مثل ما قال علي فان جال قاعد يبني فريق للمستقبل انا استغرب لما يخسر يزعلون أجمل. ولما يفوز يزعلون مثل ما قال غازي بعد قال زعلانين
فانت شلون تبي اداء ماكو صبر اداء ونتائج من ثاني موسم المدرب؟ يعني هو قال لك انا راح ابني ثلاث سنوات فريق من بعد راح يخلفني راين جيكس. نعم. فافضل وقت للبناء وافضل مدرب للبناء هو فان جال. حلو. عندي طبعا اسف طبعا انتهت يمكن تغريدات فان جال. راح انتقل الى اخر مدربين مسكين مساعد ذكرتنا فان جال، لكن للاسف راح يكون راح يكون اخر المدربين او ختامها مسك مع يمكن مدرب ليستر سيتي رانييري. افتتح مع دكتور سو. علي يقول لك ليستر سيتي بنفس وقت الجوله الموسم الماضي كان المركز الاخير، الحين الثالث وافضل فريق من بدايه الموسم، والسبب اصرار الدون رانييري. إيه يمكن ليستر سيتي مو من بداية الموسم هذا، يمكن آخر 10 مباريات الموسم السابق لما كان مهدد بالهبوط قدم مستوى كبير ليستر سيتي وحزم فرق وأحرج فرق كبيرة وظل في دوري الدرجة ممتازة. نعم. وهالموسم جاءهم مدرب من المدربين أنا أشوفه يعني من أفضل المدربين اللي يحطون حجر أساس. نعم. يعني رانييري من المدربين اللي يحطون حجر أساس حق أي فريق يمسكه راح تشوف الفريق يتطور بشكل كبير. نعم. فهالموسم هذا عنده عنصرين برز بشكل كبير ساعد ليستر سيتي انهم يوصلون لمركز متقدم اللي هو المركز الثالث 26 نقطة او 25 نقطة فارق نقطتين عن المصدر. نعم. مانشستر سيتي وارسنال اللي هم رياض محرز النجم العربي اللي نفتخر فيه. نعم. وفاردي المهاجم الانجليزي بس يقول تعور الحين يقول لك فكر يضيع الفريق تعور تعب بس انا الفانتسي طالع عندنا متعور بس انا قريته يمكن يرجع المباراة الجاية يعني. نعم. ما تكون اصابته خطيره او يعني ما بشكل كبير. لا هو عنده اوكازاكي عنده لاعب اخر ايضا اولول المهاجم الارجنتيني ايضا. نعم. مهاجمين ممتازين فرانييري مدرب ممتاز والمباريات القادمه اختبار. نعم. يعني هو عنده مع تشيلسي عنده مع يونايتد فراح يكون اختبار صعب لرانييري. في نفس الموضوع عندنا الاعلاميين سفيان السعدون محمد يقول لك عن بدايه موسم خارقه للثعلب الايطالي رانييري العائد بقوه للدوري الانجليزي صيف صنع هوية جديدة لليستر سيتي التنوع في التجديد زاد إمكانيتهم. شوف ليستر سيتي من أروع الفرق اللي قاعد تقدم مستوى الموسم هذا مو على صعيد الدوري الإنجليزي على صعيد أندية أوروبا جميعها. نعم. هو ليستر سيتي من وجهة نظري أن مثلث رانييري جيمي فاردي رياض محرز الثلاثة. نعم. هذول قاعد يقدمون صراحة روائع. نعم. يعني أنت لو لاحظت المباراة الأخيرة كذلك لما رياض محرز عطى ركله الجزاء لجيمي فاردي عشان يصير هداف الدوري في تناغم بالفريق فريق صراحه قاعد يقدم اداء رائع. نعم. اذا اعزائي المشاهدين كنا نغلق ايضا صفحه البريمير ليج وخلصنا من صفحه الكالتشو الايطالي واللاليغا الاسباني ووصلنا الى فقرتنا المعتاده كل اسبوع وهي فقره السوبر ستار، لكن اليوم فقرتنا راح تكون من المانيا لحارس مرمى عملاق حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، يمكن ما في لاعب أو حارس مرمى حصل على هذه الجائزة في السابق، فلما أقول هذه الأسطورة إنه حصل على هذا أو عن هذه المعلومة فتوقع يمكن الكل عرفتوه، لكن ما راح أقدمه التقرير أو اللي راح يقدمه مع طالب الشريف وأيضا محمود جميل عضو رابطة بايرن ميونخ، لكن بعد هذا الفاصل. لطالما كان مركز حارس المرمى مكروها للكثير من اللاعبين باعتباره مركزا غير مؤثر بالفريق، إلا أن شخصا واحدا غير هذه المفاهيم بشكل كامل. هو أوليفر رولف كان، ولد في مدينة كارلسو في جنوب ألمانيا في 15 من يونيو عام 1969 حيث لعب لأول مرة في نادي كارلسو وهو بعمر 6 سنوات في عام 1975 حيث تميز بشكل ملفت بمركز حراسة المرمى ولم يمضي الكثير حتى لعب للفريق الأول الذي كان أحد ركائزه الأساسية إذ أبدع وأمتع الجمهور بتصديه لركلات المهاجمين بكل ثقة وإتقان والذي سمي بالقط نظراً لرشاقته وطول قامته ولعب أوليفر لكارلسو لمدة 8 مواسم حتى انتقل بعد ذلك إلى نادي بايرن ميونخ
بصفقة بلغت 4,600,000 مارك، والتي كانت قيمة كبيرة بالنسبة لحارس مرمى في ذاك الوقت. يشهد الكرة الألمانية بعظمة حراس المرمى فيها على مدى العصور. أحد أشهر معالم حراس الألمان في عصورها الحديثة هو أوليفر كان. ولاعب كان بديل للحارس ليمون أومان الذي كان الحارس الأساسي للفريق البافاري في موسم 94-95، وفي أول اختبار حقيقي له لعب البايرن ضد بوردو الفرنسي، وفي نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996، والتي شهدت تألق رولف الذي تمكن من صد الهجمة تلو الأخرى ليفوز الفريق البافاري ب3 أهداف لهدف على الفريق الفرنسي، ويتوج باللقب بكل جدارة واستحقاق. وفي كأس العالم 2002 حطم المنتخب الألماني كل التوقعات بتأهله إلى المباراة النهائية ضد منتخب البرازيل الذي كان لا يقهر بوجود العديد من النجوم. لعب كان المباراة رغم إصابته والتي شهدت تألق هجوم البرازيل رغم محاولات رولف للتصدي لها. فاز المنتخب البرازيلي باللقب، وكان ذلك بفضل الأسطورة رونالدو بهدفين مقابل لا شيء. ورغم الخسارة إلا أن رولف فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة. على الصعيد الفردي، أوليفر كان اشتهر بأنه الحارس الوحيد على مستوى العالم حصل على جائزة أقوى لاعب أو أفضل لاعب في كأس العالم سنة 2002، بالإضافة إلى حصوله على كأس ليفيا شي من الويفا من الفيفا سنة 2002. وعلى صعيد الإنجازات، حقق كان مع البايرن لقب الدوري الألماني في 8 مناسبات، ولقب أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي لمرة واحدة. وحصل الملك أوليفر رولف على جائزة الكرة الذهبية. وفي عام 2008 لبست المستديرة الثوب الأسود حزناً بعد اعتزال الملك لكرة القدم، ليترك خلفه سجلاً حافلاً بالإنجازات والألقاب. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، كل الشكر لطالب الشريف، وأيضا كل الشكر لعضو رابطة بايرن ميونخ محمود جميل اللي شرفتنا يمكن في هذا التقرير، وأيضا كل الشكر لمعدنا أيضا أحمد العلوش على إعداد هذه الفقرة واختيار اللقطات للأسد أو النمر أوليفر كان وحش حراس المرمى وبالتحديد في ألمانيا. قبل لا أتحق أوليفر كان، بس جت لي تغريدة قبل شوي من إلا الأمير محمد، يعني يقول انا يتكلم عن موضوع الدوري الاسباني، لكن اساسا نحاول نحطيه حقه. يقول كان اشوف ان الدوري الاسباني بما معناه برسوم متحركه توم وجيري، منافسه حصريه فقط بين مدريد وبرشلونه، وباقي مباريات الدوري الاسباني ما حيتابعها عكس الدوري الانجليزي. كلام انتهى طبعا بوجهه نظري. توم وجيري فعلا كان قبل 3-4 سنوات كان الدوري الاسباني مثل ما ذكر، ولكن الحين لا تغيرت. اتلتيكو كان بطل الموسم خلال الموسمين السابقين. وانا بقول لك وين راح اتلتيكو، وين راح الصداره قامت تتغير. فيا ريال سالتا فيجو تصدر السنه هذه، فيا ريال برشلونه ريال مدريد. يعني نتطرق بشكل سريع عنها، نتكلم عن اوليفر كان. شو اللي يميز اوليفر كان من كحارس مرمى عن بقيه الحراس محمد؟ اسد بين الخشبات الثلاث يا اخي، شكل الحاله مرعب اوليفر كان، وقائد كذلك، وكنت عارف ان الالمان دائما عندهم مثل ما يقولون الحماس والجرينتا، ف
فأنا استغرب إن أول ما برز نوير في كثير يشجعون مثلا بايرن ميونخ يقولون هذا أفضل من أوليفر كان. نعم. يعني أنا أوليفر كان أشوفه أيقونة من أيقونات الحراس يعني حرام. نعم. حرام تظلمون حقه. نعم. فأوليفر كان صراحة حارس رائع. علي شو اللي يميز الألمان دائما؟ أوكي يمكن بقية الدول الأوروبية تعطي إنجازات لكن إنجازات الألمان دائما تكون غريبة. أفضل حارس في كأس العالم عندهم بلك ترى يفتخرون إنه هو أحسن لاعب يأخذ مركز ثاني في العالم في أكثر من فريق. يعني شنو سر الألمان دائما يعطون مثلا بصمات غريبة نقدر نسميها شوية؟ لا شوف الألمان يعني هي ألمانيا واحدة من أفضل الدول اللي تنجب في كرة القدم سواء على مستوى الحراس أو خط الدفاع أو خط الوسط أو حتى الهجوم. يعني كل خط هي أنجبت أساطير. فلما نتذكر حراس المرمى نقول أوليفر كان، لما نتذكر خط الدفاع بيكن باور، خط الوسط ماتيوس، الهجوم جيرد مورر وكلوزا وبلك كذلك. فهي انجبت نجوم على مر التاريخ. لكن أوليفر كان واحد من الحراس اللي مثل ما قال محمد يرعبونك. يعني اذا انت كنت مهاجم وانفردت مع هذا الحارس توقع يمكن تشوف وجهه بس راح تخاف وتقط الكره باي مكان. فهو واحد من الحراس المميزين ونيله لافضل لاعب في كاس العالم 2002 في كوريا الجنوبيه واليابان. هذا بحد ذاتها يعني تثبت مقوله ان حارس المرمى ليس عنصر مهمش انما عنصر مهم في الفريق. غازي يعني يمكن انت مهاجم يعني اكثر الاحيان تكون يعني لو تنفرد في حارس مثل شخصيه اوليفر كان سواء حتى لو في الكويت يعني شلون طريقه تعامل المهاجم مع نوعيه من الحراس؟ شوف انا مدافع اول شيء عبد الرحمن اهجم يعني كورنر. قاعد اقول لك يعني تكون مهاجم في اغلب حالاتك ساعات ما راح اسوي شيء فحاطي الكره بيدي باخذها طب يعني هو شكله يخرع يعني شوف انا خالد الرشيدي بلنتيات اتحدى علي مد دور كله خسران تبي اوليفر كان بعد تدمرني تراهن انت بتفوز بعد وين يا معود ما نقدر عليه الله يعطيك العافيه. غازي الكهدي لاعب نادي السالميه ومنتخبنا الوطني كلمه اخيره قبل الختام. والله يعطيكم العافيه للاستضافه الحلوه ويسعدني تواجدي معاكم مع الكابتن علي بولد والكابتن محمد ومشكورين. بس انك مو ماخذ على الوضع غازي اليوم صوتك هادي عكس على الهواء لما تكون معي في الملعب. والله شوف بردان لا بردان وبعدين بيني وبينك المعلومات الاوروبيه انا يمكن مو مثل الكابتن علي والكابتن محمد هم اعلم مني بهالامور. انا بس يسعدني تواجدي معاكم بس ما يخالف انا قاعد اشوفك بالاسباني والانجليزي قاعد تقول ودك تطلع الكلمه بس مستحي ها كانك شاكم بس يعني قاعد اشوفك عندك معلومات عادي. شوف معلوماتي زينه بس كمشجع نعم مو كمحلل ولا مدرب ما بيك تحلل انا بقول رايك المدربين افهم مني عرفت. نعم جميل. علي بولند كلمه اخيره قبل الختام. اشكركم على الاستضافه واشكر طاقم العمل اللي خلف الكاميرات واللي بالاستديو. نعم. وضيوفي وزملائي الضيوف الكرام مشكورين على الاستضافه. محمد بروس كلمتك الاخيره قبل الختام. شاكر لك عبد الرحمن تقديم الحلقه وشاكر كذلك لاخواني علي بولند وغازي الكهيدي اللي استمتعت صراحه اليوم معاهم. تكلمنا اليوم عن المدربين وصراحه كان حديث ذو شجون استمتعت. توقعاتك للكلاسيكو؟ والله الكلاسيكو برشلوني. برشلوني اتوقع. ها دام انا قال برشلوني اسال مدريدي شو يقول؟ مدريدي انا اقول 2-1 مدريد. طبعا غازي معروف رايك من غير ما اقول لك. اذا مشكور غازي مشكور محمد مشكور علي وايضا شكر موصول لكم اعزائي المشاهدين وايضا شكر موصول يمكن الطاقم الفني معنا في برنامج سوشيال ليج. ونقول ايضا سلامات يمكن لموعدنا اليوم محمد البردي اللي يمكن موجود ديانا بالحلقه نقول له سلامات يمكن لظروف صحيه. نقول لك سلامات ان شاء الله يا ابو منيره وان شاء الله الحلقه الجايه تكون موجود عودتك في الكلاسيكو تكون ان شاء الله عوده حميده. كل الشكر لكم اعزائي المشاهدين. الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم على امل لقاء بكم ان شاء الله الاسبوع القادم. شكم على خير ان شاء الله وفي امان الله.